صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس عند نزول الأمطار: هذه الأمطار لا بركة فيها، فهل هو مناقض لما ورد في الآية؟ ما أدري، ما لا بركة فيها، وش يدريه أن ما فيها بركة ينفي عنها البركة؟ وش يدريه؟ الله جل وعلا يقول ماء مباركا، تقول لا أن هذا ما هو مبارك، ما يصلح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: يوم ترى كل أمة، وأنا قلت لكم أن المطر سبب، المطر سبب للنبات، قد لا ينبت لأن النتيجة عند الله جل وعلا، المطر مجرد سبب ولا يوجب النبات، هذا مما يدل على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.